أعتقد طلاب وصلنا لهذا الإكزامبل، إكزامبل 2 3. تسمعون طلاب؟ نعم دكتور، يا نعم دكتور. نعم دكتور. نشوفون المحاضرة الأخوة. زين دكتور، بالنسبة للأسئلة صفحة 29، نعم. السؤال الخامس، السؤال الخامس. والله يا ريت دكتور تحله. الخامس. One side of a copper block 5 cm thick is maintained at 250 degree. إذن عندنا بلوك أو كوبر بلوك، الواحد من الجوانب مالته درجة الحرارة مالته 250 ديجري سنتيغريد، والسمك سمك هذا البلوك هو 5 سنتيم. The other side is covered with a layer of fiberglass 2.5 cm thick. إذا هذا الكوبر غطيناه بلاير طبقة من الفايبر جلاس انسوليشن، والسمك مالت هذه الطبقة هو 2.5 سنتيم. The outside of the fiber glass is maintained at 35 degree centigrade. يعني السطح الخارجي بالنسبة للفايبر جلاس درجة الحرارة مالته 35 ديجري. And the total heat flow through the copper fiber combination is 52 كيلو وات. يعني شنو؟ يعني النكيو المنتقل، الحرارة المنتقلة خلال هذا الجدار هي 52 كيلو وات أو 52 ألف وات. What is the area of the slab؟ يعني جد المساحة. طبعا هنا يعني المعادلة مالت الكيو تقول كيو تساوي لنا طبعا دلتا تي. هنا عندي ايه السطح الداخلي للكبر عندنا درجة الحرارة مالته 250. تسمعون طلاب؟ نعم دكتور. هسه لو نرسم هنا، لو نرسم هنا هذا الكبر تمام، وهذا الانسليشن، هذا الكبر وهذا الفايبر جلاس، ما نسميه كبر، هذا الفايبر جلاس مو، هذا السمك مالته قلنا 5 سنتيم، وهذا قلنا السمك مالته 5 سنتيم الكبر، والفايبر جلاس قلنا 2.5 سنتيم. وعندي درجة الحرارة الكبر من الداخل أعطانيها 250، لأنه يعني يقول لي one face one side العفو 250، والسايد الاخر اغطيه بشنو؟ بالفايبر جلاس. اذا هذه الحراره هي داخل من السطح اللي هو ما ملامس للفايبر، اللي هو هذا ما ملامس للفايبر، هذا سطح ملامس للفايبر، السطح الثاني ما ملامس هو درجه حراره 250. اذا هنا انا عندي درجه حراره قد 250، وعندي السايد الخارجي بالنسبه للفايبر جلاس the outside of the fiber glass maintained 35. هذا السايد انا عندي درجة حرارته 35، فانا عندي دلتا تي اذا ما بين هذا السايد وهذا السايد 250 ماينص 35، 250 ماينص 35 قسمها على المقاومات الاثنين كوندكشن، مقاومات كوندكشن مال هذول التو وولز، راح يعطيك الكيو. الكيو معلومه طبعا، فاذا نكتب المعادله طبعا مكان ما عندنا، خلينا ناخذ شو اسمه، خلينا نرجع على ناخذ ورقه ونكتب عليها.
تشوفوا هاي الوافق الله خالد كمان طلاب الصورة ثابتة على الأسئلة دكتور. هسه بعدها على أسئلة أي نعم. نعم دكتور ها على الأسئلة على أسئلة. الأشريك. أوكي هسه تمام. اوكي تمام دكتور. وين هذا الهوان؟ تشوفون هسه بس انا ما اشوف خلينا نسوي هاي ماني هون اوكي هسه اوكي هسه هذه اللي تشوفوها مو الواقع تمام صار دكتور الواقع واضح. بيضة. خلي نكتب عليها هذا القلم اوكي انا عندي قلنا جدار تمام هذا جدار كفر هذا الكبا وعندي شنو هذا فايبر جلاس فايبر جلاس فايبر جلاس درجة الحرارة هنا 250 تمام دقيقة سنتيغريد وهنا عندي درجة الحرارة 30 35 ديجري سنتيغريد واضحة مو؟ واضح واضح دكتور. اوكي الكيو قلنا تساوي لي الكيو شو تساوي؟ دلتا تي تمام على ار توتال توتال واضح ويساوي شو عندنا الكيو من يقول لي شو الكيو اعطيني اياها 52 52 الف مو راح نكتبها 52 الف لانه نحولها للواط افضل هاي تساوي لي الدلتا تي ايش قد 250 ماينص 30 35 على الار توتال هنا عندي الكبر الثيكنس مالت الاير مال كبر مال كبر اوفر شنو؟ اوفر كي مال كبر في المساحة في مساحة الكبر او في المساحة لان هي نفس المساحة زائد مقاومة ال زائد مقاومة الفايبر اللي هي ار مال الفايبر او الثيكنس مال الفايبر ثيكنس الفايبر على الكي للفايبر في المساحة تمام فهنا الثيكنس مال الفايبر ثيكنس ثيكنس منطينيها جيل منطينيها هذا هذا يساوي 5 سنتيم اللي هو 0.05 او 0.05 5 سنتيم ومنطين الثيكنس مالت الفايبر اللي يساوي 2.5
يا نص عفوا خلي تسوي لي او حول المتر او بوينت او تو فايف تمام وتروح على الجداول وتشوف لي الكبر كوندكتيفيتي عند ال 250 والفايبر جلاس الكوندكتيفيتي عند ال 35 تعوض مكانهم هذولي القيم هذا من الجداول التيبل تقريبا يطلع 300 تقريبا او اكثر ما اتذكر هذا تروح على التيبلز تقريبا والكوندكتيفيتي مالت الفايبر اعتقد 0.2 او اقل ما اتذكر فهذا من التيبلز تقدر تروح التيبلز منو حل السؤال؟ مصطفى انت حليته؟ والله دكتور حاولت عليه بس هو الكوندكتيفيتي هذا ما لقيته ها؟ هو بكن على هذه ما لقيته الا ارجع على التيبل كوندكتيفيتي؟ نعم آه ما رجعت على التيبل شفت ايش قد الكوندكتيفيتي نعم اي فيبقى بس المجهول هو المساحه تقدر تطلع المساحه عامل مشترك تقدر تطلع مساحه عامل مشترك و هسه ما عندك مجهول بس المساحه يعني كلها معلومه تطلع هنا المساحه عامل مشترك والباقي تحسبه بسيطه المساله كلش واضح طلاب؟ واضح واضح دكتور اوكي استو شانك نشغل المحاضرة زين اوكي هسه عندنا هذه المساله عندي ال ثيك وول تيوب اوف ستانلس ستيل 18% عندي كوم 8% نيكل قلنا هاي الماتيريال مالت هذه الستانلس ستيل او السبيكه هو مكون من هذه الماده فتروح على ستانلس ستيل من التيبل وتروح على هذه النسب اللي هي 18% كوم 8% نيكل وتروح على الكوندكتيفيتي طبعا هنا بالسؤال احنا بنعطيكم كوندكتيفيتي 19 اذا ما اعطيناكم اياها تروح على التيبلز وذ 2 سنتيمتر ان دايمتر 2 سنتيمتر ان دايمتر اند 4 سنتيمتر اوت دايمتر از كفرد وذ 3 سنتيمتر لاير از كفرد وذ 3 سنتيمتر لاير اوف اسبستوس انسوليشن الكوندكتيفيتي مالته 0.2 شوف هنا اسبستوس احنا قبل شويه فايبر جلاس فايبر جلاس انا كتبت هنا 0.2 هنا تخص الاسبستوس اوكي هنا معطينا الكوندكتيفيتي الاسبستوس اذا ما معطيك اياه تروح للتيبلز if the inside wall temperature of the pipe is maintained at 600 degrees centigrade calculate the heat loss per meter of length also calculate the tube insulation interface temperature. إذا أنا عندي ستانلس ستيل تيوب covered with the asbestos or insulation خليني فوق insulation هذا ستانلس ستيل إذا هذا ستانلس ستيل طبقة الستانلس ستيل اللي هي القطر الداخلي أو أي القطر الداخلي 2 سنتيم والقطر الخارجي 4 سنتيم مو قطر اثنين نصف قطر العفو قطر معطينا اذا معطينا القطر القطر الداخلي مالت هذه التيوب 2 سنتيم والقطر الخارجي 4 سنتيم فهذه مغطاة بطبقة الانسليشن طبقة الانسليشن هذه الطبقة هو اللاير مالتها يعني السمك اللاير مالتها هي 3 سنتيم ومعطيني درجة حرارة بالنسبة للإنسايد سيرفس، الإنسايد سيرفس مطني درجة الحرارة
دكتور موك صوت دكتور الصوت راح دكتور ماكس صوت 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 محاول الصوت الصوت دكتور صوت دكتور صوت ماكو دكتور أنا مثلهم أنا يمك الصوت لا ألو ألو صوتي يا معلم فصل عن الطلاق صباح الخير. أهلا أيها الأخ الكريم، تفضل. صباح النور. صباح الأنوار. ألا يوجد صوت؟ أوكي طلاب، أعتقد عندي النت شوي فصل هسه جا. أوكي تسمعوني؟ نعم دكتور. أوكي راح أسوي مشاركة من هذه الواقع من جديد لأنه عندي هنا السؤال يبغى له توضيح اكثر. هذه نفسها نسويها دكتور ما في صورة. للأسف اللحظة تضاني. جميل. أوكي. هسه هذه الصفحة عندي نفسها اللي حلينا بها السؤال قبل شوية نقدر نمسحها. دكتور صوتك يقطع. اي صوتي قطع؟ نعم اي صوتك واضح واضح دكتور. دكتور واضح جدا. جيد. اوكي. هسه تشوفون مو؟ نعم دكتور. تشوفون هاي الصبوة؟ دكتور هذا يا مثال. نعم؟ واضح. يا سؤال هذا دكتور. وهذا بعدنا اول اكزامبل هذا 3 2 2 3 ولكن نشتغل على هاي نفس ال صبوها لأنه نوضح السؤال أكثر. تمام دكتور.
اوكي زين هسه ناخذ الاكزامبل اللي عندنا هسه قبل شويه كان عندي اعتقد هنا نفس الدائره اوكي ونفس الدائره الثانيه هذه نخليها اصغر اوكي طلاب تشوفون تشوفون شيء دكتور تمام تمام اوكي انا عندي هنا بايب هنا دائره الهواء بالداخل انطانيها 600 دائره الهواء هنا انطانيها 600 تي يساوي 600 تمام دقيقة سنتيغريت ومعطيني درجة حرارة الأوتسايد 100 دقيقة سنتيغريت أما هنا عندي ستانلس ستيل ستانلس ستيل هنا عندي أزبست أزبست تمام انسوليشن هذا انسوليشن فعندي السمك السمك عندي الدايمتر الداخلي ايش قد منطيني هذا الدايمتر الداخلي هذا 2 سنتيم اوكي والدايمتر الخارجي هذا بالنسبة لتيوب منطيني الدايمتر الخارجي هذا جيد 4 سنتيم زين اللاير هذه اللاير مالت الاسبست لاير الاسبست جيد منطيني اياها 3 سنتيم لاير اوكي 3 سنتيم هذا اللير اذا انا عندي ال R1 نقدر نقول ال R1 هنا ايش قد 1 سنتيم نقدر نقول هنا ال R1 يعني اذا هنا عندي هذه ستانلس ستيل وهذه الاسبست وهذا ال R1 ايش قد هذا ال R1 تمام هنا عندي ال R2 هنا عندي الكبة هذه هنا الآسي إيه فهنا عندي هذا الستينلس ستيل وهذا الأزبست فهنا عندي كم مقاومة قلنا درجة الحرارة عندي بس بالداخل بس بالسيرفس فما أحتاج إنه أذكر مقاومة الكونفكشن بالداخل ما عندي معلومات عنها راح اذكر بس مقاومتين الكوندكشن يعني اللي هي هاي مقاومه الستينلس ستيل ومقاومه الاسبست هنا ايش قد عندي 600 هنا عندي 600 وهنا عندي 100 تمام هنا مقاومه الستينلس ستيل وهنا مقاومه الاسبست فهنا عندي Q هي 100 عفوا 600 600 ماينص 100
على مجموع المقاومات. مقاومة الستانلس ستيل هي المقاومة الستانلس ستيل هي شنو؟ قلنا لن، قلنا لن بالنسبة للسلندر، لن الار شنو؟ الار 2 تمام. على الار 1 على ايش قد؟ على 2 باي كي مال من؟ مال الستانلس ستيل في ال في الار في الاير مالت التيوب زائد الريزستنس الكوندكشن بالنسبه للطبقه الاسبست اللي هي لن لن الار 3 لن الار 3 على ار 2 على 2 باي كي المن الاسبست. زين دكتور، هو ليش ما بالمثال ما ياخذ 2 باي بس ياخذ اللين على الكي، يعني اللين ار 2 على ار 1 على كي مثل ستيل بس ياخذ؟ اي هذا بالمحاضره ما مفصل حقيقه، يعني شلون مختصر الخطوات يعني بالرياضيات قالب الكميات بعدين ضاربها بالجهه الثانيه، فاكو خطوتين ثلاثه هو مختصر، يعني هسه هاي الخطوه هو ما كاتبه، فمباشره شو مسوي؟ قالب هاي الكميه للاعلى، يعني هاي ال 2 باي والال قالبها للاعلى، ضاربها في 600 ماينص 100، ومخلي الكي، مخلي ذول الكي وهذا الكي. فمن قالب ال 2 باي طبعا هنا عندي ال، عندي ال 2 باي ال من الجهتين طبعا هو مشترك، فيقلبهم تنضرب في 600 ماينص 100، بعدين ال يجيبها يخليها تحت الكيو لانه يقسم على ال طرفين، لانه هو كيو بير يونت لينك، يريدها كيو بير يونت لينك، فتلقى هاي الكميه مضروبه في 2 باي وهذه الكميه مقسمه على الكوندكتيفيتي. واضحه هذه الطلاب؟ تمام. اي فهنا نقدر نخلي القيم هسه، طبعا لازم نحسب الار 1 ايش قد عندي؟ 1 سنتيم ار 1 ايش قد؟ هاي لازم تسويها دائما لا تخطا بها، 1 سنتيم يعني ايش قد؟ 0.01 هاي شو يصير؟ متر. ار 2 ايش قد؟ الار 2 منطيك اياها هنا عندي ار 1 2 عفوا الدايمتر الاول 2 دايمتر الثاني ايش قد؟ 4، يعني الريلس الثاني هو 2 سنتيم يعني ايش قد؟ يعني 0.02 متر. زين الار 3 ايش قد؟ هذا راح يساوي لنا، راح يساوي لنا الريدس الثاني، الريدس الثاني زائد السمك مالت الاسبستوس زائد السمك 7. اي فهنا عندي 2 2 سنتيم الريدس الثاني، والريدس الثالث عندي 3 سنتيم لير مال الاسبستوس، 3 زائد 2 5، ف 5% يعني 5 على 100 0.05 هنا عندي متر هذا الار 3. هسه انا يعني هيئت كل شيء، بس بقى انه احسب الكيو، بقى بس احسب الكيو، يعني هاي كميه الار 1 والار 2 والار 3 بس تطبقها هنا بالمعادله، وعندك الكوندكتيفيتي معطيك اياها للستينلس ستيل معطيك اياها للاسبست، واللينك قلنا بيونت لينك فراح نقسم الطرفين على ار، يعني هاي نضربها في ار راح تروح بها الار، وهاي نقسمها على ال، فنقدر نحذف ال، نقدر نحذف ال ونخلي هاي الكميه على ال، واضح؟ ونقدر كذلك نضرب هنا الكميه في 2 باي، نضربها في 2 باي ونقسمها على 2 باي، فتروح ال 2 باي ويا 2 باي تبقى بس عندي هنا مضروبه 600 في مضروبه في 2 باي، تمام؟ وهنا 2 باي اللي هنا ضابطها بهاي الكميه كلها راح تروح ويا 2 باي هذه، تمام؟ فتبقى عندكم المعادله اللي عندكم موجوده بالمثال، هسه تقدر تطبق القيم، تقدر تطبق القيم هنا 2 باي
ايش قد في 500؟ على لن الآت وش قد؟ 0.02 على 0.01 الآوان على 2 باي كي ال العفو على كي راح تبقى هنا عندي بس الكي مالت الاسبس مالت الستينلس ستيج قد مطيني اياها كي واحد يذود لي اياها الطلاب قد كي مال الستينلس ستيل 19 عايز يسمعني 19 وهنا زائد عندي لن الآثري اللي هي 0.05 على آتو اللي هي 0.02 على أشقد قلنا الكوندكتيفيتي هنا مالت الأزبست 0.2 مو 0.2 نعم وهاي النتيجة مالتها راح تطلع عندي كمية الكيو بي يونت لينكس ما اعرف بايامكم اني ماذا اشوف شوف كميتها طلعت 680 هذا القيمة 680 تمام 680 واط على متر هسا انا يعني قيمه الكيو طلعت عندي حسبتها هسا اجي احسب التمبرتشر عند الانترفيس فهاي كميه الكيو هي نفسها يعني الكيو المنتقله ما بين التمبرتشر هذه بالداخل وما بين الخارج دلتا تي اوفر سميشن ريزيستنس هي نفسها الكيو تساوي لي التمبرتشر اللي هي 600 ماينس هذه التمبرتشر على المقاومه مالت ستينلس ستيل أقدر أقول بنفس الوقت أقدر أقول الـ Q تساوي لي نمسح هذه أوكي نقدر نشيل بس هذه المقاومة نقدر نشيل هذه المقاومة هاي مال ستانلس ستيل خليها هذه نشيلها اوكي هاي الايرون نخليها او نشيلها بس شيلها هنا راح يصير عندي 2 باي مضروبه في لن الار 2 على ار 1 على كي ستينلس ستيل فهاي تحذف هاي راح تساوي لي هنا طبعا مكان 100 شو اخلي؟ اخلي التمبرتشر مالت الانترفيس اللي هي هنا 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 يسموها تي اي تي اي اوكي فهنا اقدر اخلي هنا تي هي ما تساوي لي هذه بعد تساوي لي 680 شو المجهول هنا عندي؟ هذه موجوده 0.02 الار هاي 0.02 تساوي لي 0.02 وهنا الار يساوي لي 0.01 وهذه موجوده 600 هذا 2 باي تبقى المجهول الوحيد هو التي اي والتي اي هنا راح يساوي لي جت تطلع التي اي من هذه المعادله جت قيمه التي اي هل تسمعني؟
نسمع الدكتور. طلعت 555. اوكي. السؤال كيس ستانلس ستيل، قلنا هذا طبعا هو هيلر، قلنا هذا هو. الكيس ستانلس ستيل هو قيمته 19. فهاي المعادلة بها مجهول وحيد هو تي اي، وتطلع 500 تي اي 595 يعني شنو؟ يعني 600 بالسايد، بالانسايد صارت ايش قد؟ صارت 600 595، يعني 5 درجات نزلت. وهذا شيء صحيح لانه ستينلس ستيل كوندكتيفيتي مالته عاليه، فيصير درجه الحراره تنزل ولكن نزولها قليل. ولكن الاسبستوس نزل لي اياها من 595 الى 100، نزل لي اياها من 595 الى 100. هذا يعني انه الانسليشن عزل لي انتقال الحراره، وقاوم لي انتقال الحراره خلال هذا الكومبوزيت. نعم. هذول الامثله راح تحلهم كلهم؟ لا لا، انا هسه عندي هذا المثال حليت لكم اياه. شبكك مثال السابع. ها؟ استاذ هم ما كم مثال استاذ هم؟ انا ما دا احل اسئله ما محلوله، دا احل السؤال المحلول اللي عندك بالمحاضره. اكزامبل اكزامبل عندك بالمحاضره شوفه. ما عندك محاضرات؟ لا والله استاذ. شلون كل واحد، غير كل واحد عنده محاضرات يبغى عليها يراجعها. استاذ انا طبعت بس ما طبعت لي هذا الحد. زين. نرجع على المحاضره مالتنا. اكو واحد ما فهم هذا السؤال؟ دكتور بس بالنسبة للقطر، بالنسبة للقطر. نعم. إيه. بالنسبة للقطر دكتور، هسه القطر الخارجي عندنا ايش قد؟ مو أربعة؟ القطر الخارجي صار عند 10 سنتيم القطر، بس نص قطر 5 سنتيم. لأن أنا عندي هنا ايش قد؟ هنا عندي 2 تمام؟ ولكن هذا القطر ايش قد هنا عندي؟ هذا القطر ايش قد؟ هذا 4، هذا معطيناه بالسؤال، وهذا معطيناه 2. هسه هذا 4 سنتيم تمام، وعندي لاير اوف اسبست 3 سنتيم منها، و3 سنتيم منها قد راح يصير هنا 6، 6 هنا عندي 4، قد راح يصير القطر كلي؟ القطر كلي راح يصير 10، 10 نصف القطر هذا اللي هو الار 3 راح يعطيني 5. اوكي تمام دكتور. اوكي نرجع على المحاضرة. طلاب هذا مفهوم هسه المثال؟ واضح دكتور. مفهوم هذا المثال؟ واضح. تمام. طيب اعطيك هوم ورك تقدر تحلها انت بالبيت وتشوف حل مات هذه الاسئله. عندك اسئله معطيك سؤال يوناني. وهنا هسه وصلنا للكريتيكال ثيكنس اوف انسوليشن، كريتيكال ثيكنس اوف انسوليشن. الكريتيكال ثيكنس اوف انسوليشن هو طبعا كل يعني بالحياه العمليه اكو هوايه يعني تطبيقات نحتاج انه نسوي لها يعني عزل، لانه نحتاج انه هذه الحراره الموجوده بداخل هذه الابلكيشنز او التطبيقات نحتاج انه نحافظ عليها، فلازم نخلي لها عزل. فهذا العزل ما نجي احنا او نجيب بصوره يعني عشوائيه نختار العزل، نوعيه العزل او سمك العزل. فلازم احنا نعرف شلون نختار العزل، نوعيه العزل وسمك العزل، لانه ما معقول احنا نخلي بكيفنا يعني كميه العزل او سمك العزل. هذا الموضوع يعني الكريتيكال ثيكنس اوف انسوليشن، هذا الكريتيكال هو اني من اضيف انسوليشن. طبعا انت بصوره عامه انت تعرف يعني بمفهوم مالتك انه من نضيف طبقه انسوليشن خلاص انا راح اقلل من انتقال الحراره، اقلل من اللوسز مال الحراره.
بس هي بالحقيقه بعض الانسوليشنز اذا تضيفها لبعض البايبس او الوولز راح بالعكس راح تزيد عندي الانتقال الحراره. ليش؟ طبعا احنا اذا نحكي هنا critical thickness of insulation على التيوب، يعني ما نحكي على الوول، لانه الوول ماكو اختلاف بالضبط، يعني المساحه راح تبقى هي نفسها المساحه السطحيه، ولكن بالسلندر او التيوب عندي من اضيف انسوليشن راح تكبر المساحه السطحيه، واذا زادت المساحه السطحيه معناتها راح يزيد عندي الكونفكشن، انتقال حراره الكونفكشن. ليش؟ لان انتقال حراره الكونفكشن الكيو شو يساوي لي؟ الاتش في الاي في الدلتا تي، فاذا كانت الاي عندي كبيره اكيد راح تزداد زياده، يعني تزداد يعني تناسب قاعدي ما بين الاي المساحه وما بين الكيو. بعض الاحيان يعني اذا اختارنا الانستليشن خطا، نوعيه الانستليشن خطا، راح نشوف انه الانستليشن بعد ما خلينا، وطبعا حتى السمك اذا خليناه خطا راح نشوف انه بعد ما خلينا الانستليشن ازدادت الحراره الضائعه من هذا التيوب. فلازم احنا نعرف ايش قد الكريتيكال ثيكنس اوف انسوليشن. طبعا الكريتيكال ثيكنس اوف انسوليشن هو شنو؟ هو انا عندي هذا العلاقه ما بين الثيكنس مالت الانسوليشن، هذا اللي هو ثيكنس مالت الانسوليشن نمزله ار اوت، تمام، وعندي هنا كيو، هنا عندي كيو. هنا طبعا اذا اكو انسليشن او يعني بعض التطبيقات من نضيف احنا الانسليشن المعين هذا اللي عندنا راح شو يسوي بصوره عامه؟ راح تزداد الكيو. دكتور تزداد الكيو، نعم. وبعدين ماكو صوره يمنا. جصا صار دكتور موجودة الصورة. موجودة الصورة. موجودة. أنا أنت عندك أخذ طلاب ولا أوكي أوكي. هسه باور. دكتور واضح. هسه هذه واضح. هسه هاي الكيو عندي هاي الكيو. أوكي. هسه هاي الكيو وعندي ال thickness of insulation. الثيكنس اوف انسليشن اخلي ثيكنس تزداد انتقال الحراره، اخلي ثيكنس تزداد انتقال الحراره اذا الى ان تصل منه للكريتيكال ثيكنس، لان هذا طبعا هنا هنا الكريتيكال ثيكنس هنا راح يعطيني كريتيكال بالضبط، هنا راح يعطيني الكريتيكال، هنا الان كريتيكال. تمام، هذا الان كريتيكال يعطيني ماكسيموم كيو، هاي الكيو ماكسيموم. تمام، فانا ايش اسوي؟ يعني احسب الكريتيكال ثيكنس، وهذا الكريتيكال ثيكنس لازم اتجنبه، يعني لازم اخلي انسوليشن يا اما اقل من هذا الكريتيكال ثيكنس انسوليشن، او اخلي اكثر بحيث انا يعني اعبر او اقلل انتقال الحراره الى ان اصل الى كميه قليله كلش. فاذا الكريتيكال ثيكنس هو كلش مهم بالنسبه لموضوع الانسوليشنز، فلازم اني اكون هذا الموضوع لازم احسب هذا الراديوس او الانسوليشن ثيكنس. فانا عندي الكيو هنا بالنسبه لهذا التيوب، هذا التيوب ومغلف بانسوليشن، ودرجة الحراره بالداخل هي تي اي، ودرجة الحراره بالخارج هي تي اي، طبعا تعطيك سيرفيس تمبرتشر، سيرفيس تمبرتشر، والتي بالخارج هي تي انفينيتي. فما بين التي اي وما بين تي انفينيتي عندي مقاومتين، هي مقاومه كوندكشن خلال خلال الانسوليشن، اللي هي لان الار اوت على الار اي، هي هذه الار اوت على الار اي، هذا عنصر القطر الخارجي بالنسبه للانسوليشن، وهذا عنصر القطر الداخلي بالنسبه للانسوليشن. فلان الار اوت على R على كي، طبعا هنا كميه مضروبه في 2 باي ال، هاي مثل ما قلنا هي بالحقيقه 2 باي ال مضروبه في كي هنا، ولكن هو قلبها ضربها في التمبرتشر ديفرنس ما بين التي اي هنا ما بين التي انفينيتي. فعندي مقاومتين، قلنا هاي مقاومه الكوندكشن خلال الانسوليشن، والمقاومه الثانيه هي مقاومه كونفكشن
ويا ما بين السيرفيس والانفايرمنت. ويا الانفايرمنت عندي واحد على 2 باي ار نوت ال، هاي المساحه السطحيه الخارجيه في الاتش اللي هي ترانسفير كوفيشنت. فهنا عندي هذا المقام الثاني هم سحب من عنده 2 باي ال وضربها في تي اي ماينس تي انفينيتي، هذه كميه الكيو. هاي كميه الماكسيمم النهايه العظمى، هاي النهايه العظمى هي تصير ماكسيمم هنا بالنهايه العظمى عندما يكون دي تي دي كيو اوفر دي ار، دي كيو اوفر دي ار قد يساوي لي عندما تصير دي كيو اوفر دي ار تساوي لي تساوي لصفر، عفوا سوري ما اكتبها لانه هنا قلم شوي بطيء. فهنا ليش هنا عندي شو وقت تصير الماكسيمم؟ عندما يكون الدي كيو اوفر دي ار شنو ما شبي يصير يساوي لصفر. هنا يعني التغير الكيو مع مع الراديوس راح يصير هنا صفر لانه ثابت ماكو ميل، ولكن هنا عند كل نقطه انا عندي ميل فعندي دي كيو اوفر دي ار. ولكن هنا بالنهايه العظمى تذكرون برياضيات النهايه العظمى والنهايه الصغرى، نهايه العظمى النهايه العظمى شلون استخرجها؟ اقول اشتق اشتق الداله واساويها للصفر راح تعطيني النهايه العظمى. فبعد ما اشتقيت هاي المعادله الكيو طلعت عندي هذه المعادله، ومن هاي المعادله طبعا هذا الجزء ما يساوي للصفر، هذا طبعا اشتقاق المعادله السابقه، هذا الجزء ما يساوي للصفر، وراح اقسم الطرفين على هذا الجزء راح تبقى لي بس هذا الجزء، هذا الجزء راح يساوي لي هذا الجزء، والنتيجه النهائيه الار اوت راح يساوي الكوندكتيفيتي اوفر هيت ترانسفير كوفيشنت. اذا اريد احسب الكريتيكال ثيكنس للانسليشن اقسم الكوندكتيفيتي مالت الانسليشن على هيت ترانسفير كوفيشنت اقدر احسب الكريتيكال ثيكنس. واضح طلاب؟ تمام طلاب. انا راح اضطر انه انهي المحاضره لانه عندي اجتماع وحقيقه هو يمكن خلص اصلا الوقت، وعندي عندي اجتماع اخر فتعذوني راح اطلع عادي بس راح اخذ الحضور بس تسمحوا لي.